لماذا نهى النبي عن حرق النبات؟ هل علمتم لماذا أيها الأحبة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ويشعر بالنبات، ولكن رحمته تجاوزت حدود البشر، وصلت إلى النباتات التي نظنها لا تعقل ولا تتألم ولا تشعر. النبي كان يشعر بها، لذلك حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أحببت أن أتأمل معكم هذه التجربة العلمية الغريبة. سبحان الله، هنا أحبتي في الله، هذه الباحثة سوف تقوم بتجربة تثبت لنا أن النبات يسكر بمعنى الكلمة. هذا النبات الخجول المعروف بانقباض أوراقه عند ملامسته، انظروا كم هو حساس، أي حركة أو أي لمسة، ما الذي يحدث؟ تنقبض أوراقه. إذن هذا النبات حساسية شديد الاستجابة لأي لمسة مهما بسيطة. الآن ستضع مادة مخدرة، ستضع هنا مادة مخدرة، كحول مثلا، وتغطي هذا النبات بإناء معين حتى يصبح الجو كله ممتلئا ببخار هذه المادة المخدرة. الآن بدأ النبات يمتص هذا البخار الكحول، انظروا ما الذي سيحدث. سبحان الله. الآن طبعا هي تحاول أن تلمس هذه الأوراق، انظروا لا يوجد أي رد فعل. انظروا هنا مثلا، انظر معي أخي الحبيب، لم تعد تنقبض الأوراق. انظروا سأعيد، يعني في البداية كانت عندما تلمس أي ورقة تنقبض على الفور، هنا لا يوجد أي رد فعل على الإطلاق. النبات انظر حتى عندما قطعت جزءا منه، عندما قطعت انظر هنا قصت جزءا من هذه الورقة، نبات بأي شيء تخدر. سبحان الله، أن مثل الإنسان يشعر ويحس ويتألم أيضا. إذن أيها الأحبة، ما الذي نستطيع أن نستنتجه من هذه التجربة؟ تجربة لطيفة جدا تثبت لنا أن النبات لديه إحساس مثل الإنسان، لديه حاسة لمس ويتأثر أيضا. سبحان الله. لدي هنا تجربة ثانية تثبت أن النبات يتألم، يشعر بالألم، كائن حي مثل الإنسان. سبحان الله. هذا الباحث هنا يقوم بتجربة غريبة من نوعها، يريد أن يلتقط إشارات الألم التي تتشكل في النبات. انظروا، ربط هنا قطبين، سلكين كهربائيين، سلك كهربائي ربطه بهذا النبات. انظروا بأحد أغصان هذا النبات، وطبعا لدينا هنا مقياس يقيس أي ومضة كهربائية مهما كانت قليلة. انظروا الآن، سيعرض هذا النبات للحرق، سيعرضه للحرارة. نحن عندما نتعرض للحرارة ينتقل الإحساس عبر الأعصاب إلى الدماغ فنشعر بالحرارة، الدماغ يقوم برد فعل فنرفع يدنا على الفور. النبات ليس لديه قدرة على الحركة، فهو يتألم للأسف وهو صامت لا نشعر به. فانظروا هنا ما يحدث عندما حرق جزءا من هذا النبات. انظروا أيها الأحبة، حدثت هنا إشارة كهربائية غير طبيعية. انظروا، هذه هي القفزة التي حصلت، هذه الإشارة الطبيعية قبل حرق النبات. هنا عند لحظة
تعريض النبات للحرارة أعطانا هذا الانخفاض المفاجئ في التيار الكهربائي. فمما يدل على أن النبات أعطى إشارة قوية جدا عندما تعرض للحرارة، وهذا يدل على أنه تألم، يعني أطلق صرخة استغاثة. سبحان الله، انظروا كيف أن هذه الومضة العنيفة للأسفل هنا أيها الأحبة تدل على أن النبات أعطى ومضة كهربائية. هذه الومضة الكهربائية هي إحساس، نفس الشيء بالنسبة للإنسان عندما يتألم يولد ما يشبه النبضات كيميائية، يمكن أن تتحول إلى كهرباء. وبالتالي فإن هذا الباحث أثبت أن النبات بالفعل يتألم. انظروا، النبات في الوضع الطبيعي هذه الكهرباء التي يعطيها شيء خفيف جدا، ولكن عند الحرق أو التعرض للحرارة انظروا إلى هذه الومضة العنيفة باتجاه الأعلى واتجاه الأسفل. أثبت العلماء من خلالها أن النبات يتألم. طيب، أنا أريد أن أخذ معكم درسا وعبرة الحقيقة من هذا الموضوع. لماذا نهى النبي عن حرق النبات؟ هل علمتم لماذا أيها الأحبة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ويشعر بالنبات، هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولكن رحمته تجاوزت حدود البشر، وصلت إلى النباتات التي نظنها لا تعقل ولا تتألم ولا تشعر. النبي كان يشعر بها، لذلك نهى عن قطع النباتات بلا سبب، نهى عن حرق النبات، حرق الغابات. طيب، يعني من الذي علمه ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي قال في حق هذا النبي الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين هنا تشمل البشر وتشمل كل شيء ومنها النبات. لذلك هنا يعني ندرك مفهوما جديدا أو معنى جديدا لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. حتى يتبين لهم أنه الحق.